السلام عليكم ورحمه الله مشاهدينا الكرام شهر كريم ومبارك عليكم جميعا ارحب بكم اجمل ترحيب في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في الاجنده هذا الاسبوع رعاه الازمه اليمنيه يدفعون بها الى مسارات اكثر تعقيدا. اليمن في سياق المؤامره التي تحيط بالمنطقه يوما اثر يوم تتكشف الصوره فالمعركه التي تخوضها الحكومه الشرعيه ومن خلفها معظم مكونات الشعب اليمني ضد الانقلابيين تبدو اكثر تعقيدا مما نتصور. ليس لان ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح لا تزال تقاتل هنا وهناك بل لان هناك اطرافا متورطه بشكل مخزن في هذه المعركه. اطراف دوليه بالطبع في وقت تحاول فيه هذه الأطراف أن تظهر وكأنها حريصة على السلام وعلى استعداد الديمقراطية وعلى استعادة الديمقراطية في اليمن. قائمة المتورطين في هذه الحرب تضم أطرافاً مهمة في هذا العالم وتعمل بدأب من أجل إعادة توجيه المعركة نحو أهداف لا تتفق حتى مع قرارات الشرعية الدولية وبالأخص القرار رقم 2216. الصادر عن مجلس الامن تحت البند السابع. في هذه الحلقه من الاجنده سنناقش هذه الحاله من النفاق الذي تمارسه اطراف عديده في المجتمع الدولي وتتورط فيه بشكل سافر الامم المتحده نفسها والوكالات العديده التابعه لها. عندما نتحدث عن اطراف دوليه معاديه لمشروع الدوله اليمنيه الديمقراطيه وعن كونها جزءا من المعركه وتعمل لصالح الانقلابيين فنحن لا نبالغ في الامر ولا حتى في استدعاء نظريه المؤامره المعروفه التي نعيش تفاصيلها في المشهد اليمني وليس في وسع احد ان ينكر وجودها. فالذي يحدث في سياق الازمه اليمنيه يجسد تماما نظريه المؤامره وان كان بعض ما يحدث يتم يتم في وضح النهار وبدون خجل. ومع هذا التلكؤ في تنفيذ القرار الاممي بشان انهاء الانقلاب واستعاده الدوله من الانقلابيين الا واحدا هذا التلكؤ ما هو الا واحد من ادله عديده على ان اطرافا في المجتمع الدولي لا تريد للازمه اليمنيه ان تنتهي الا وفق تصورها الخاص، اي انها تريد ان تمضي في مؤامرتها الى النهايه. يرفع الحوثيون شعار الموت لامريكا واسرائيل، وهو الشعار الذي اصبح مفضوحا في الاونه الاخيره. فالمراقبون يرصدون كل يوم دليلا جديدا على أن ميليشيا الحوثي ليست أكثر من مجرد أداة طائفية لمخطط غربي يهدف لإعادة هندسة المنطقة بالاستفادة من التناقضات المذهبية وصراع الإرادات التي تتغذى من الحقد الطائفي الذي تعبر عنه الموجة الصفوية الجديدة لملالي إيران هناك دلائل عديده على ان اليمن يتعرض لمؤامره ومنها هذا التغاضي عن الخروقات الخطيره للهدنه التي حولت مدينه مثل تعز الى جبهه مشتعله بالحرب التي لا تهدا وتسببت في استشهاد العشرات واصابه المئات في قصف بصواريخ الكاتيوشا على احياء مدنيه متفرقه من المدينه المحاصره اكثر من اربع هجمات يمكن وصفها بانها عمليات قتل جماعي متعمد ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في تعز. يحدث ذلك في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن عدم التزام الانقلابيين بخطوات بناء الثقه التي كانت تتضمن اطلاق سراح المعتقلين من سجون الميليشيا الانقلابيه وفتح ممرات امنه تسمح بادخال المساعدات الى مدينه تعز المحاصره منذ اكثر من عام. اصيب ضمير العالم بالشلل التام امام ماساه تعز. وجرى التعامل مع اكبر جرح نازف في خارطه الازمه اليمنيه بقدر كبير من اللامبالاه والتواطؤ خصوصا من قبل الوكالات التابعه لمنظمه الامم المتحده ولان الاطراف الدوليه المشرفه على مشاورات الكويت حريصه على اتمام ما يمكن وصفه بصفقه الحل فانها مستعده للتغاضي عن هذه الجرائم البشعه التي ترتكب اليوم في تعز لان القيمه الحقيقيه وراء صفقة الحل التي يراد تمريرها في الكويت غائبة ونعني بها السلام وصون دماء الناس وكرامتهم. التسريبات التي تم تعميمها على نطاق واسع خلال اليومين الاخيرين بشان اقتراب مو... يعني اقتراب طرفي المشاورات من الحل، هذه التسريبات تتضمن خارطة الحل لكن هذه الخارطة تضع تعز في اخر مراحل أو في اخر مرحلة من مراحل الانسحاب المفترض للميليشيا بموجب هذا التفاهم. هذا إذا توفرت الإرادة في إجبار الميليشيا على الانسحاب أصلا. أبرز ما جاء في التشريبات التي نسبتها صحف خليجية عديدة إلى مصدر في الوفد الحكومي المشارك في محادثات السلام اليمنية في الكويت. هو أن تقدما كبيرا قد حدث في مناقشة الترتيبات العسكرية والأمنية وتأمين العاصمة على أن يجري بحث تفاصيل تشكيل حكومه الى ما بعد الانتهاء من وضع الترتيبات العسكريه والامنيه والانسحاب. المصدر بالطبع كان يتحدث عن المناقشات التي دارت بين الوفد الحكومي والمبعوث الأمم المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد. ولم يتحدث بشكل واضح عما اذا كان هذا التقدم له علاقه بموافقه الطرف الاخر في هذه المشاورات ام لا. خصوصا ان رئيس الفريق الاستشاري للوفد الحكومي المفاوض تحدث بوضوح لا يقبل اللبس عن استمرار الوفد الانقلابي في تعنته. واعاد التذكير بان الوفد الحكومي جاء الكويت من اجل تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2216 وليس من اجل اي شيء اخر. اخطر ما في هذه التسريبات هو انها تتحدث عن الغاء الاعلان الدستوري. وهو امر لا يجب ان تقبل الحكومه بمناقشته اصلا. لان هذا الاعلان ينبغي أن يكون في حكم العدم وإلا فإنها أي الميليشيا تكون قد أكرت أو الحكومة تكون قد أكرت فعلا بأن لا سلطة في اليمن سوى تلك السلطة التي فرضها الحوثيون والمخلوع صالح في صنعاء بموجب إعلان لا شرعية له أصلا لا يصح أن يتحول الإعلان الانقلابي أن يتحول الإعلان الانقلابي إلى تنازل جوهري من طرف الميليشيا في حين ينبغي أن يكون في حكم العدم مع وجود سلطة شرعية كائمة ومعترف بها دوليا. كما ان بقاء السلطة النقدية المالية مستقلة في صنعاء ولو ظاهريا يدل على ان هذا الاعلان الدستوري لا اثر له ويكشف عن ان ما اقدم عليه الحوثيون والمخلوع صالح تم تحت السيطرة الكاملة من القوى الدولية التي استطاعت ان تعيد محافظ بنك البنك المركزي في صنعاء في ظل حرب تسعى الميليشيا من ورائها الى فرض سيطرتها على الدوله بقوه السلاح. وهو المسعى الذي كاد ان ينتهي الى الفشل. يأخذ الحل الذي يجري تسويقه شكل تسويه تتفق مع القرار الاممي. لكنها ليست كذلك بالطبع، فكما هو واضح فان الهدف هو اعاده ترتيب وضع الميليشيا وشرعنه دورها. الذي لا توجد ضمانات حقيقية بأنه سيكون ضمن الأدوار التي تؤديها بقية الأطراف السياسية تحت سقف الدستور فالتفاهمات التي تجري بشأن الحدود وإعادة طرح الإعلان الدستوري باعتباره حقيقة قائمة هذا من المؤشرات المثيرة للقلق على سوء النية التي تكف خلف إصرار السفراء الغربيين الموجودين في الكويت فهو يدفع باتجاه انجاز تسويه مشوهه لا تاخذ في عين الاعتبار تطلعات الشعب اليمني ولا تحترم حتى مرجعيات التسويه وبالاخص القرار رقم 22 16 الذي صدر كما قلنا تحت البند السابع من اجل ان ينهي الانقلاب على السلطه الانتقاليه في صنعاء. هذا يعني اننا بازاء شكل مفضوح من اشكال المساومه والتبرير للسلوك العدواني للميليشيا الانقلابيه. وامام سعي حثيث يحاول ان يكافئ هذا الفعل الاجرامي الذي جر البلاد بكاملها الى حرب لا سابقة لها، واستدعى التدخل الخارجي واهدر امكانات الدوله القائمه وقدراتها، واحدث شكا واسعا بين مكونات المجتمع اليمني، واعاد تاسيس علاقات المجتمع على روابط ومرجعيات ما قبل الدوله. وهي اما روابط مناطقيه او روابط مذهبيه او روابط عرقيه. بكل ما تمثله هذه الهويات والروابط من مخاطر على وحدة الشعب وتماسك النسيج الاجتماعي. يبدو أن الرعاة الدوليين لا يلتفتون، الرعاة, الرعاة الغربيون لا يلتفتون على وجه الخصوص إلى الخطر الذي تمثله ميليشيا طائفية على الأمن الجماعي للشعب اليمني، لأن هذا الغرب تخلّى فيما يبدو من حيث المبدأ عن مشروع مكرطة المنطقة. الذي كان يصدح به في او من كل منبر سياسي واعلامي وحقوقي وكل ما يركز عليه الغرب الان هو اعاده بناء انظمه شموليه بغض النظر عن اللون السياسي او الايديولوجي لها وما يهمه الان هو ان تكون هذه الانظمه من القوه بحيث تكبح جماح الشعب وارادته في استعاده حقه في السلطه وهو حق يحتكم إلى قواعد الممارسة الديمقراطية والديمقراطية سلاح إذا امتلكه أي شعب فسوف يصعب تطويعه وتحويله إلى مجرد تابع مطيع أو ذليل كما تريد بعض الأجندة أحسنت الحكومة صنعا حينما كررت العودة إلى عدن ربما لا يوجد ظرف اصعب من هذا الظرف الذي اتخذت فيه الحكومه قرارها بالعوده الى العاصمه السياسيه المؤقته للبلاد. فالخدمات في هذه المدينه تعاني قصورا شديدا وغير بسبوك وخصوصا في خدمه الكهرباء التي تسببت في خلق وضع صعب للغايه. في ظل الحر الموجود الان. جعل هذا الوضع جعل السلطه المحليه والحكومه معا في المحك. اقوى ما صدر عن رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر أنه حدد الأهداف السياسية والاقتصادية لعودة الحكومة، والتي ربما تصبح عودة نهائية. فكان بندغر أن شدد في أول اجتماع تعقده الحكومة بعد عودتها إلى عدن على أن السلطة الشرعية لا تملك سيطرة على موارد البلاد. حيث وضعت هذه الموارد أو وضعت هذه الموارد منذ بداية الأزمة تحت تصرف البنك المركزي اليمني في صنعاء. لكن للأسف لم يتصرف البنك المركزي والكلام لبن لم يتصرف البنك المركزي بمسؤولية تجاه كافة أبناء الشعب اليمني كما لم يتصرف بحسب ما تم الاتفاق عليه فحولوا موارد الدولة للمجهود الحربي وأكثر من ذلك فقد نهبوا الاحتياط الوطني الذي بني خلال عقود من الزمن هذا كلام رئيس الوزراء بن دغر رئيس الوزراء أكد أيضا أن وزارة المالية من الآن فصاعداً سوف تتحمل مسؤوليه مباشره وان على الذين تذهب اليهم موارد البلاد ان يلتزموا بتوفير المشتقات النفطيه وصيانه محطات الكهرباء والا سنضع ايدينا على موارد المناطق المحرره وتوعد رئيس الحكومه بانه لن يمر الصيف القائض واموال الحكومه تذهب للمجهود الحربي وتستخدم ضد الشعب وضد الشرعية والدولة والنقطة الأساسية التي تهمنا هنا هي ما أشار إليه رئيس الوزراء عندما قال إن الانقلابيين لا يأبهون لما نقول لهم أو لما نقول لأنهم يعتمدون على صمت دولي أو لأنهم يركنون إلى صمت دولي يساعدهم على الاستمرار في سياسة النهب وتجويع الشعب ولكننا والكلام لبندغر نقول لهم هذه المرة حطوا كلامنا على محمل الجد. هذا اوضح كلام يصدر عن مسؤول رفيع في السلطه الشرعيه يشير بشكل مباشر الى تواطؤ المجتمع الدولي مع الانقلابيين. تواطؤ اشار اليه في رئيس الوزراء بعباره صمت دولي والحقيقه هي ان الامر يتعدى الصمت الى ممارسه الضغوط والابتزاز ضد الدوله ضد الحكومه الشرعيه من اجل التنازل عن صلاحياتها ودورها لصالح الميليشيا. ومن هنا تاتي اهميه عوده حكومه بن دغر الى عدن. فالامر يتعلق باعاده تعيين حدود السلطه الشرعيه ونفوذها على الارض التي تم تحريرها. وبعزمها على مواصله تحرير بقيه الاراضي التي لا تزال تخضع لنفوذ الميليشيا الانقلابيه ومقاومه الضغوط الهائله التي يمارسها السفراء الغربيون لمنع قوات الجيش الوطني من التقدم صوب العاصمه صنعاء وخوض معركه استرداد العاصمه. المعركه التي تمثل او المعركه التي تعتبر هي المعركه الحاسمه والحد الفاصل بين الشرعيه والانقلاب. صعدت حكومه بن دغر اذا من جهودها الراميه لاستعاده السيطره على السياسه النقديه والاشراف على البنك المركزي اليمني وعلى الموارد الماليه للدوله ونقل صلاحيات مركز البنك في صنعاء الى احد فروعه الرئيسيه ربما في العاصمه عدن، ياتي ذلك بعد ان تكشفت حقيقه الاستنزاف الهائل للاحتياط النقدي للبلاد من العمله الصعبه ومن قبل الحوثيين طبعا والذي ثبت انه يذهب لدعم المجهود الحربي بما يصل الى نحو 25 مليار ريال اي ما يعادل 100 مليون دولار. وقد كشف رئيس الوزراء في احد لقاءاته أن مهمة حكومته تواجه ممانعة كبيرة من القوى الغربية التي تصر على إبقاء الحال على ما هو عليه. والحجة حجة هذه القوى الغربية دائما هي الحرص على تجنب حدوث كارثة اقتصادية. مع أن الكارثة قد حلت في البلاد بسبب العبث الذي يحدث في موارد الدولة من قبل الميليشيا. بعد أن عجز البنك المركزي أو البنك المركزي اليمني عن المحافظه على عن المحافظه على استقلاليته ورفض التقيد بمحضر الاجتماع الذي عقد في فبراير الماضي بالعاصمه الاردنيه عمان. المحضر الذي نص على اشراف وزير الماليه على الصرف. <applause> الضغط باتجاه تسويه سياسيه لا تحسم الصراع على السلطه هو اخطر ما تخفيه مساعي القوى الغربيه وتصوراتها بشأن الحل السياسي في اليمن هناك تغاض عن مرجعيات الحل السياسي التي كانت قد ضمنت الحد الأدنى من المعايير الديمقراطية للشراكة السياسية الضغط الذي يمارس على الحكومة هو واحد من صور الضغط الذي يمارسه الرعاة الدوليون لمشاورات الكويت ويقع معظمه على التحالف العربي فالتحالف العربي هو الذي اعاد السيطره على معادله الصراع في اليمن. واضعف من فرص الانقلابيين في التفرط بالسلطه بقوه السلاح. عندما تدخل هذا التحالف بسلاح اقوى بكثير من ذلك السلاح الذي استولى عليه الانقلابيون من مخازن الدوله. من مظاهر هذه الضغوط التي تمارسها الاطراف الدوليه ان الامم المتحده اعتمدت في هذا المنعطف الحساس الذي تمر به مشاورات الكويت اعتمدت تقريرا مثيرا للجدل تضمن اتهامات بشان ضلوع التحالف العربي في عمليات استهداف مباشره للاطفال في اليمن. وادى هذا التقرير الى ان تدرج الامم المتحده التحالف بقياده المملكه السعوديه في قائمه منتهكي حقوق الاطفال. هذا القرار كان صادما بالنسبه للتحالف الذي يقوم بمهاب الامم المتحده في اليمن فيما يخص فرض الاستقرار والمساعده في استعاده الدوله والسلطه الشرعيه وفقا للقرار الصادر عن مجلس الامن بهذا الخصوص تعمد البيان اجراء مقارنه بين التحالف كقوه سياسيه تعمل حسب القانون الدولي وبين ميليشيا انقلابيه منفلته لا تتصرف وفق اي معايير ولهذه المقارنه مغزاها المقصود الذي يجعل من الميليشيا الانقلابيه قوه مكافئه للتحالف ولكن اقل تورطا من التحالف في مهمه قتل الاطفال. ما ان اعتمدت الامم المتحده هذا التقرير حتى شرع المبعوث الاممي الى اليمن في جر المشاورات الى قضيه الاسرى القُصر وضروره اطلاق سراحهم بدون شروط، وتفاعلت الخارجيه الامريكيه طبعا مع الامر وطالبت باطلاق الاسرى القُصر في تناغم يثير الانتباه. بالطبع الامم المتحده تراجعت عن قرارها في ادراج التحالف ضمن قائمه منتهكي حقوق الاطفال، الا ان القضايا او القضيه بالنسبه للمبعوث الاممي تحولت الى انجاز يعني لانه نجح في اطلاق سراح نحو 60 من القُصّر الذين زجت بهم الميليشيا في اتون معارك عبثيه فكان هذا هو الانجاز الوحيد الذي حققه المبعوث الدولي منذ انعقاد اول جوله مشاورات بين الحكومه والمتمردين في الكويت فالمعتقلون والمختطفون الذين نص عليهم قرار مجلس الامن او قرار مجلس الامن لم يطلق سراح احد منهم حتى الان والممرات الامنه لم تفتح في تعز حتى الان بل بقي الحصار وازداد القصف عنفا وازدادت جرائم الاباده لا يحتاج المرء الا الى قليل من التفكير والتامل ليكتشف ان هناك من يدفع بالازمه اليمنيه الى مسارات معقده والى نتائج لا تتفق حتى مع قرارات الشرعيه الدوليه لكن لكن ذلك لا يعني ان الانقلابيين ومن يقف وراءهم سوف ينجحون في تنفيذ مخطط الاستيلاء على الدوله وفرض الامر الواقع فهناك العديد من الاوراق التي بيد السلطه الشرعيه والتحالف وهناك حقائق لا يمكن تجاوزها الا اذا اعلنت الولايات المتحده والغرب صراحه انهم لا يريدون حلا يستعيد دور السلطه الشرعيه وينهي الانقلاب ويفسح المجال للانتقال الى مرحله الدوله الاتحاديه الديمقراطيه مشاهدينا الكرام انتهينا من نقاش ملفنا الاول من الاجنده، نذهب الى فاصل قصير ونعود بعده لنفتح ملفنا الثاني من هذا البرنامج، الملف الذي سنبحث فيه اكثر في حقيقه المؤامره التي يتعرض لها اليمن والوطن العربي عموما، ارجو ان تتفضلوا بالبقاء معنا. وظيفتنا في هذا البرنامج هي ان نساعد المشاهدين في الوصول الى فهم افضل لما يجري حولهم في الدائره الوطنيه وما حولها من الدوائر الاقليميه والدوليه المؤثره. لان الفهم الصحيح هو الشرط الاول لمواجهه المخاطر التي تحدق بنا وببلدنا مواجهه صحيحه ومثمره. وكما ذكرنا من قبل فان تتبع اجنده الدول والجماعات التي تعمل او تؤثر في المشهد اليمني هي وظيفه هذا البرنامج كما يوحي اسمه وتتبع الاجنده يعني ان السير سيكون من نقطه الافعال الى نقطه المخططات فليس هناك وسيله لمعرفه اجنده معينه غير تتبع افعال صاحب هذه الاجنده اذ ليس هناك من يعلن عن اجندته الحقيقيه على الملا اذا كانت مشبوهه ومن بدهيات التحليل السياسي القول إن ما يجري في بلد كاليمن لا يمكن أن يكون مستقلا ومعزولا عما يجري حوله في المنطقة والعالم فالعالم اليوم أشبه ما يكون برقعة شطرنج كما شبهه بيرجينسكي مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ومن المعلوم في لعبة الشطرنج أن أي حركة على الرقعة لا بد أن تؤثر على بقيه الرقعه نقل بيدك واحد في رقعه الشطرنج لا بد ان يغير من شروط اللعبه كلها وهكذا الحال في عالم السياسه التي اصبحت تتاثر حتى بتغيرات المناخ وما دام ان العالم مترابط بصوره عضويه فان من المنطقي ان تخطط الدول القادره على التخطيط والتنفيذ لحمايه مصالحها وحمايه مصيرها ومن المنطقيه ايضا ان يكون هذا التخطيط طويل المدى يعمل يعمل حسابا لتحولات القوه والضعف عند نفسه وعند الاخرين هذا التخطيط طويل المدى ياخذ احيانا شكل المؤامره على الاخر الخصم هذه المؤامره تتجسد في صوره سياسات ثابته وغير معلنه تجاه هذا الخصم يمكن الكشف عن هذه السياسات الثابته من خلال السلوك السياسي للدولة أو الجماعة السياسية المعينة نحن في اليمن خاصة وفي الوطن العربي عامة نتعرض لمؤامرة حقيقية مؤامرة يحاول البعض إنكارها ويحاول البعض الثاني جعلها وسواسا كهريا يسيطر على كل تفكيره أما البعض الثالث فيحاول التهوين من شانها بدواعي ظاهرها الفهم وباطنها الجهل عن المؤامره التي تحيط بنا وعن مظاهرها سيكون حديثنا في هذا المحور هل نحن بالفعل لا نتعرض لمؤامره كما يقول البعض إذا كيف نفسر مقتل الرئيس إبراهيم الحميدي؟ ومقتل الرئيس سالمين؟ اللذان كانا على مشارف توقيع وثيقة الوحدة اليمنيه؟ ألم يكن الحمدي وسالمين أصحاب مشاريع يسارية؟ وألم تكن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى وجود دولة ذات ميول يسارية اشتراكية في جنوب الجزيرة العربية إبان الحرب الباردة؟ ألم تقم نفس الأطراف أو نفس القوى المتهمة بقتل الرئيس الحامدي ووأد مشروعه اليمني الكبير، ألم تقم هذه الأطراف بدعم الثورة المضادة لثورة 11 فبراير؟ الثورة التي حاولت إنهاء نظام قتلة الحامدي؟ ألم تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول الغرب مع الحركة الحوثية منذ بداية ظهورها وحتى هذه اللحظة؟ ألم يقل علي عبد الله صالح أن أمريكا كانت تمنعه من تحريك بعض القطع العسكرية لمواجهة الحوثيين في الحروب الست؟ ألم تفرض كل من بريطانيا وأمريكا وجود الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني بكوام يساوي كوام بعض الأحزاب السياسية على الرغم من كونهم حركة مسلحة لا حزبا سياسيا؟ ألم تعترض أمريكا على قرارات دولية تعاقب الجماعة في مجلس الأمن أكثر من مرة قبل القرار 22-16؟ ألم تبرئ وزارة الخارجية الأمريكية قبل أسابيع جماعة الحوثي المسلحة من تهمة الإرهاب؟ على الرغم من كونها جماعة تعلن العدالة لأمريكا في شعاراتها؟ ألا تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً كبيرة على المملكة السعودية ودول التحالف لضمان بكاء الحوثيين في السلطة وعدم سقوطهم؟ كيف يمكننا تفسير فشل ثورة يناير المصرية بدون حضور العامل الاسرائيلي؟ وكيف نتجاهل تصريحات رؤساء الوزراء ومدراء المخابرات الاسرائيليين انفسهم في هذا الشأن؟ وهم يتحدثون عن ضرورة اسقاط الرئيس مرسي واسقاط الربيع المصري. كيف يمكننا تفسير الموقف او تفسير الموقف الامريكي والغربي الداعم لبشار الاسد الذي قتل مئات الالاف من شعبه وشرد الملايين؟ وهدم المدن على رؤوس اهلها كيف نفسر هذا التفاهم الروسي الامريكي الايراني في المشهد السوري وكيف نفسر هذا التعاون الامريكي الايراني في العراق وكيف نفسر هذا التواطؤ الامريكي مع الحوثيين في اليمن اليس في هذه الشواهد ما يدل على وجود مؤامره امريكيه غربيه ضد شعوب هذه المنطقه لمنعها من تكرير مصيرها وتجاوز ضعفها هناك مثقفون أو أشبه مثقفين يعتقدون أنه لا وجود للمؤامرة إلا في خيال المؤمنين بها ويحبون أن يقدموا تفسيرا لنظرية المؤامرة من مدرسة التحليل النفسي الفرويدي تلك المدرسة التي أكفلت أبوابها في الغرب وصرفت طلابها وقد زاد في الآونة الأخيرة عدد المثقفين أو أشباههم الذين ينكرون وجود مؤامره امريكيه غربيه على الشعوب العربيه بل وينكرون نظريه المؤامره نفسها. نحن هنا لن نرد على هؤلاء بانفسنا بل سنترك الرد لاكبر واهم عقل فلسفي امريكي موجود الان على قيد الحياه. هو الفيلسوف اليهودي الامريكي نعوم تشومسكي. هذا الفيلسوف الذي ابى ضميره الحي ان يصمت. تجاه جرائم حكومة بلده الولايات المتحدة لنتابع ماذا قال الرجل في موقف أمريكا الحقيقي من ثورات الربيع العربي ثم نعود للتعليق عليه ستبذل أمريكا وحلفاؤها قصار جهدها لمنع ديمقراطية حقيقية في العالم العربي والسبب بسيط جدا فالغالبيه العظمى في المنطقه تعتبر امريكا مصدر التهديد الرئيسي لمصالحها بل إن أغلبية معارضة لسياسات أمريكا الخارجية تعتقد أن المنطقة ستكون أكثر أمنا إن امتلكت إيران أسلحة نووية. تبلغ هذه النسبة في مصر وهي أهم دولة 80%. البعض يرى في إيران خطراً حوالي 10%. ومن ثم فإن أمريكا وحلفائها لا تريد حكومات تعبر عن إرادة الشعوب. فلو حدث هذا لن تخسر أمريكا سيطرتها على المنطقة وحسب، بل أيضا ستطرد منها. ماذا عن مصر؟ وهي أهم دولة وإن لم تكن مركزا رئيسيا لإنتاج النفط. حسنا. في مصر وتونس والدول المثيلة توجد خطة للعبة يتم تطبيقها نمطيا ولا تحتاج عبقرية لفهمها فإذا كان لديك دكتاتور مفضل يواجه مشاكل فقف بجانبه حتى آخر مدى وعندما يستحيل الاستمرار في دعمه لاي سبب فقم بارساله الى مكان ما ثم قم بإصدار تصريحات رنانة عن حبك للديمقراطية، ثم حاول الإبقاء على النظام القديم ربما بأسماء جديدة، وقد حدث هذا مراراً وتكراراً، حدث مع سيموزا في نيكاراغوا ومع الشاه في إيران ومع ماركوس في الفلبين وديفيلي في هايتي وزعيم كوريا الجنوبية ومابوتو في الكونغو وتشاوشيسكو مفضل الغرب في رومانيا وسوهارتو في أندونوسيا إنه أمر نمطي تماما وهذا بعينه ما يحدث في مصر إذا شوميسكي الفيلسوف الكبير يؤكد على وجود مؤامرة أمريكية على شعوب الوطن العربي وليس هناك أمريكي واحد يستطيع أن يقول أن عقدة الضعف قد دفعت شومسكي إلى الإيمان بنظرية المؤامرة كما يحلو لبعض مثقفينا طبعا ليس لدينا الوقت الكافي لحشد المزيد من الشواهد الدالة على تآمر الغرب على هذه الأمة فهي كثيرة بلا حصر والمثقف الذي ينكر وجود المؤامرة إنما يساهم في تضليل الناس والتدليس عليهم ويدفعهم الى الانصراف عن النظر في وسائل هذه المؤامره وادواتها المحليه. والمؤلم ان هذا السلوك قد يكون جزءا من المؤامره نفسها، اذا صح ما يقوله ديفيد وورمرز مستشار ديك تشيني للشرق الاوسط بعظمه لسانه. ديفيد وورمرز يقول انهم اي الامريكان يخططون لانشاء مزرعه حيوانات من المثقفين العرب. مهمة حظيرة الخنازير مهمة حظيرة الخنازير في هذه المزرعة انكار وجود المؤامرة الامريكية كلما اعدت امريكا مؤامرة لهذه الشعوب. امريكا لا تحب احدا مثل ما تحب مصالحها ولا تكره احدا غير ذلك الذي يهدد مصالحها وقد تاتي اللحظة التي تصبح فيها ايران ركبة جديدة للسكين الأمريكية لكن ليس الآن فعلى إيران الآن أن تؤدي دورا مرسوما لطالما طمحت إليه هو الهيمنة على الخليج وتفكيك ممالكه وضمان أمن المنطقة ضمان أمن المنطقة منطقة الجزيرة وهو الاسم الحركي لضمان أمن إسرائيل والمصالح الغربية أمن إسرائيل الذي بعض الباحثين الأمريكان أمثال تاريتا فاريسي قال في كتابه الخطير الحلف الغادر قال فيه إن تحسين العلاقات بين إيران وإسرائيل هو المفتاح لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط والذي يعرف العقل الغربي الذي يعرف العقل الغربي عموما يدرك تماما أن أمثال هذه النصائح الاستراتيجية التي يقدمها الباحثون والدارسون لا يمكن أن تذهب أدراج الرياح قد يبدو للبعض هذا هذا التحول في العلاقه بين امريكا وايران مثيرا للدهشه او انه ثمره من ثمار التوقيع على الاتفاق النووي الاخير، لكن يبدو ان ربيع العلاقه بين الدولتين له مقدمات غير هذه تعود على الارجح الى بدايه الالفيه الجديده وتحديدا الى ما بعد احداث برجي التجاره في نيويورك عام 2001. وبعيدا عن تفسير نظريه المؤامره لهذه الاحداث او لذلك الحدث تفسيرا يحمل امريكا وحدها مسؤوليه تلك العمليات كما فعل الفرنسي تيري ميسان في كتابه 9/11 الخديعه الكبرى وكما فعل الالماني اندري فون بولو في كتابه السي اي اي و11 سبتمبر وغيرهما من كتاب الغرب المؤمنين مثلنا بنظريه المؤامره نقول بعيدا عن هذه النظريه فقد سعت الاداره الامريكيه فعلا الى تبني سياسه جديده تجاه ما تسميه بالشرق الاوسط والمنطقه العربيه. سياسه تحاول او تحد من تصدير هذه المنطقه للارهاب. وكالعاده فقد لجات الاداره الامريكيه الى مراكز ومؤسسات الابحاث والدراسات الامريكيه. وطلبت من هذه المراكز والمؤسسات نصائح مركزه ومباشره للتعامل مع الاسلام والمسلمين بعد ان مولتها تمويلا سخيا. قامت مجموعه من مراكز الابحاث في مقدمتها مؤسسه راند ومركز نيكسون للدراسات ومعهد الولايات المتحده للسلام ومؤسسه كارنيجي للابحاث وغيرها من المراكز والمؤسسات الامريكيه قامت باجراء دراسات وعقد ندوات ومؤتمرات مكثفه في شأن الجماعات الإسلامية والإسلام الإسلام المناسب للمصالح الأمريكية خرجت منها بخلاصات أهمها أن التيارات السنية أو التيار السني الأصولي كالوهابية وما شابهها يعد مصدر تهديد للسلام العالمي لأنه يقدم فكرا يغذي التطرف والإرهاب كما يقولون وبناء على هذه الخلاصة قدمت هذه المراكز والمؤسسات نصائح للإدارة الأمريكية منها أن تبدأ مد يد العون للجماعات والمذاهب المناهضة للوهابية السنية في المنطقة العربية وليس هناك من أعداء للمذهب السني أو للمذاهب السنية المتهمة بتغذية الإرهاب ليس هناك من أعداء أشد كسوة أو أشد كسوة من مذاهب الشيعة والصوفية والتصوف بالطبع هو مذهب من مذاهب التشيع عند التحقيق. والواقع العياني يظهر ان الاداره الامريكيه قد اخذت بالنصيحه وبدات في تنفيذها على الارض. وهو ما يفسر هذا التواطؤ الكبير هذا التواطؤ الكبير من الاداره الامريكيه والمجتمع الغربي مع الحركه الحوثيه والعبث الايراني في المنطقه. قد يقول قائل ربما تكون هذه رغبه امريكا رغبه امريكا وحدها لكن من يضمن ان توافق ايران نفسها والجماعات الصوفيه نفسها على التعاون مع امريكا في عمليه الاحلال هذه احلال الشيعه محل السنه والصوفيه محل السنه الجواب ظاهر في الحقيقه او في الحقائق الاتيه الحقيقه الاولى تصريحات المسؤولين الايرانيين انفسهم بانه لولا تعاون ايران مع امريكا ما سقط العراق ولا افغانستان. هذا ما قاله محمد علي ابطحي نائب الرئيس الايراني الاسبق. ومثله قال الرئيس السابق رفسنجاني. وها هي ذي صحيفه القدس العربي الصادره في لندن تطالعنا صباح الامس الجمعه بخبر يقول في معلومات خطيره هي أو هذا هو نص الخبر في معلومات خطيرة هي الأولى من نوعها كشف الدكتور شاهين تادخوا العضو السابق في الفريق المفاوض النووي ومستشار حسن روحاني خلال رئاسته للمجلس الأعلى للأمن القومي وأحد مسؤولي فرع الاستخبارات في وزارة المخابرات وعضو الوفد المفاوض في المحادثات الثلاثية الإيرانية الأمريكية الأفغانية والمحادثات الثلاثية الإيرانية العراقية الأمريكية بعد أو بعيد هجمات 11 سبتمبر أيلول قال هذا المسؤول أنه زار تل أبيب عام 2010 بتكليف رسمي من النظام الإيراني وأنه التقى مع وزير الصناعة الإسرائيلي ومسؤولين رفيعي المستوى في جهاز المخابرات الموساد وأضاف هذا المسؤول الإيراني خلال حديثه لقناة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية التابعة للحكومة الأمريكية أنه تباحث مع المسؤولين مع بعض المسؤولين الامنيين وغير الامنيين الاسرائيليين بهدف تضمين المصالح الايرانيه وانه قدم تقريرا عن نتائج زيارته لكبار المسؤولين الايرانيين هذه هي الحقيقه الاولى والحقيقه الثانيه ان بين امريكا وايران الان في العراق تعاون يقطع الشك بسكين اليقين اما الحقيقه الثالثه فهي ان الخميني نفسه الخميني نفسه الذي ظل يصف امريكا بانها الشيطان الاكبر لم يكن يمانع من وجود علاقات وديه مع امريكا بدليل الرساله التي بعث بها من محبسه الى الرئيس الامريكي جون كينيدي قبل مقتله بايام قبل مقتل جون كينيدي بايام الرساله التي نشرتها قبل ايام او اسابيع هيئه الاذاعه البريطانيه بي بي سي وهي عبارة عن مستند أفرجت عنه وكالة المخابرات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني عام 1963 قام آية الله الخميني بإرسال رسالة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحاج ميرزا خليل جامرائي الأستاذ في كلية اللاهوت بجامعة طهران وسياسي مقرب من المجموعات الدينية المعارضة وشرح الخميني في رسالته أنه لم يعارض المصالح الأمريكية في إيران على العكس فإنه اعتقد بأن تواجد الأمريكي كان ضروريا لأحداث توازن ضد الاتحاد السوفيتي والنفوذ البريطاني المحتمل كما شرح الخميني اعتقاده في التعاون الوثيق بين الإسلام وبين أديان العالم خصوصا المسيحية إذن ليس هناك مانع لدى ايران ان تمد يد العون والتخادم مع امريكا ما دامت امريكا ستسلم بحق ايران في الهيمنه على المنطقه. فماذا عن الجماعات الصوفيه يا ترى؟ المتابع لشان الجماعات الصوفيه في الوطن العربي سيكتشف ان هناك صعودا كبيرا لهذه الجماعات وان حجم الاهتمام المتبادل بين امريكا ومعها المؤسسات الغربيه الاخرى من جهه وبين الصوفية من جهة أخرى في السنوات الأخيرة يفوق أي تعاون آخر ولا يمكننا حصر عدد المؤتمرات أو عدد المؤتمرات والدراسات والنشاطات الجارية بهذا الخصوص بين الطرفين والذي يلقي نظرة سريعة على المشهد العربي يدرك بسهولة أننا أمام ربيع صوفي مخطط له بعناية المهم في الأمر أن الجماعات الصوفية أصبحت تدرك ما تريده امريكا منها واصبحت تقدم نفسها فعلا شريكا لامريكا والغرب بديلا على الشريك السني ويمكننا ان نعتبر هذا الخبر العادي في الفيديو مجرد عينه صغيره لهذا الادراك غادر فجر اليوم وفد رفيع المستوى من زعماء الطرق الصوفيه الى الولايات المتحده الامريكيه وتهدف الزياره الى تحسين العلاقات السودانيه الامريكيه بين البلدين بجانب نشر الثقافه الاسلاميه وعكس الصوره الايجابيه عن السودان خارجيا اضافه لرفع اسم السودان من قائمه الارهاب وقال صاحب المبادرة الشعبية للوفد عصام الشيخ عبد الله في تصريح لسونا ان الزيارة تستغرق 15 يوما يتم فيها زيارة للبيت الابيض ومجلس الشيوخ الامريكي الكونغرس ووزارة الخارجية الامريكية اضافة الى ثلاث ولايات هي واشنطن وجورجيا ويوتا مضيفا ان الزيارة جاءت بتنسيق من السفارة الامريكية لتعريف القيادات الدينية السودانية بتعدد الديانات في الولايات المتحدة وحرية الاديان وتعدد الثقافات وأوضح عصام الشيخ أن الوفد سيعقد ثلاثين اجتماعاً منها عشر اجتماعات في واشنطن وعشرين اجتماعاً في بقية الولايات الأخرى والآن لماذا نقول مثل هذا الكلام؟ هل نحاول إنكار وجود التطرف والإرهاب؟ بالطبع لا فالإرهاب أصبح حقيقة لا يمكن إنكارها وخطر الإرهاب يحتق بالجميع وسوف يكتوي بناره الجميع لأنه شكل من أشكال اللاعقلانية شكل من أشكال الجنون الصبياني الذي يلحق الضرر بصاحبه والمقربين منه قبل قبل الخصوم. طيب إذا هل نحاول بهذا الكلام تبرئة التراث الإسلامي من تغذية التطرف التطرف الفكري والسلوكي؟ أيضا لا فالتراث الإسلامي ممثلا بكتب الفقه والفكر لا يخلو من الافكار المتطرفه والافكار التي تعد ضروريه في صياغه العقل المتطرف وينبغي على العقلاء في حياتنا الفكريه ان يتوقفوا مليا للنظر في ضروره المراجعات النقديه لهذا التراث وذلك الفكر اذا هل نحاول بهذا الكلام اثاره العداء ضد امريكا والغرب الجواب ايضا لا لأن عداوة أمريكا لن تجني شيئا غير الحنظل كما أن أمريكا لم تعد مجرد دولة ماركة تهدد العالم كما يصفها بعض مفكروها وإنما هي شركة مساهمة, شركة مساهمة, كبيرة ارتبط بمنافعها ملايين البشر من مختلف الجنسيات والديانات وأي ضرر يلحق بها بهذه هذه الدولة لا بد أن يخلف آثار مأساوية على الإنسان الحديث إذا ماذا نريد بالضبط؟ نريد أن نفهم أمرين اثنين على الأقل، الأول أن ما يجري الآن في بلادنا اليمن ليس منفصلًا عن هذا المشهد الواسع، نحن في اليمن ندفع ثمن هذا التخادم الأمريكي الإيراني في المنطقة، وأن نفهم ان هذه الشعارات المعاديه لامريكا التي ترفعها جماعه الحوثي ليست سوى الطعم الذي يرمى للبسطاء والسذج لكي يبلعوه ويتحول الى مطايا طيعه للمشروع السلالي الامامي الذي يخطط منذ عقود للعوده الى كرسي السلطه في اليمن وان هذا التخادم الامريكي الايراني سيمضي قدما في تخريب المنطقه وإشعالها بالحرب والصراعات إذا لم يجد من يقف أمامه بحزم وشجاعة. الأمر الآخر الذي ينبغي أن ندركه أو أن ندركه هو أن أمريكا تحديداً ليست جادة في دعم مشاريع الديمقراطية في الوطن العربي، بل إنها لن تسمح لن تسمح بالديمقراطية وهيمنتها أصلاً، وستعيق كل مشاريع التغيير والتحديث في المستقبل ما دامت تعتقد ان هذه المشاريع تهدد مصالحها ومصالح ربيبتها اسرائيل فالذي يبشر بالديمقراطيه وحقوق الانسان الذي يبشر بهذه المبادئ لا يدعم الدكتاتوريات والعسكر كما تفعل امريكا والحريص على الديمقراطيه لا يمكنه ان يدعم المذاهب والجماعات الدينيه الاكثر عداء وبعدا عن الديمقراطيه والعقلانيه أعني الجماعات الشيعية والصوفية تحديدا لأن هذه المذاهب تصنف عند العارفين في أمريكا وغير أمريكا ضمن التيار الغنوصي العرفاني وهو تيار نقيض للعقلانية العقلانية التي يزعم الأمريكان أنها أساس النموذج الغرب الأمريكي العقلانية التي يزعمون أنها صبغة الفكر الديمقراطي لو كانت نوايا أمريكا جيدة تجاه العرب ما ذهبت لبعث الصراع الطائفي والمذهبي في المنطقه كان يكفيها ان تكف الى جوار الربيع العربي الربيع الذي كان كفيلا بتصحيح اخطائه وازاله كل مخاوفها المعلنه مخاوف امريكا المعلنه اقول المخاوف المعلنه لان هناك من يعتقد ان لدى, لدى امريكا خاصه والغرب على وجه العموم مخاوف غير معلنه مخاوف يمكن لهذا التكرير المطول According to research, in order for a culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2.11 children per family. With anything less, the culture will decline. Historically, no culture has ever reversed a 1.9 fertility rate. A rate of 1.3, impossible to reverse, because it would take 80 to 100 years to correct itself, and there is no economic model that can sustain a culture during that time. In other words, if two sets of parents each have one child, there are half as many children as parents. If those children have one child, then there are one fourth as many grandchildren as grandparents. If only a million babies are born in 2006, it's hard to have 2 million adults enter the workforce in 2026. As the population shrinks, so does the culture. As of 2007, the fertility rate in France was 1.8, England 1.6, Greece 1.3, Germany 1.3, Italy 1.2. Spain, 1.1. Across the entire European Union of 31 countries, the fertility is a mere 1.38. Historical research tells us these numbers are impossible to reverse. In a matter of years, Europe as we know it will cease to exist. Yet the population of Europe is not declining. Why? Immigration. Islamic immigration. Of all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration. France, 1.8 children per family. Muslims, 8.1. In southern France, traditionally one of the most populated church regions in the world, there are now more mosques than churches. 30% of children ages 20 and younger are Islamic. In the larger cities such as Nice, Marseille, and Paris, that number has grown to 45%. By 2027, one in five Frenchmen will be Muslim. In just 39 years, France will be an Islamic republic. In the last 30 years, the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 million, a 30 fold increase. There are over 1,000 mosques, many of them former churches. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim. And in only 15 years, half of the population of the Netherlands will be Muslim. In Russia, there are over 23 million Muslims. That's one out of five Russians. 40% of the entire Russian army will be Islamic in just a few short years. Currently in Belgium, 25% of the population and 50% of all newborns are Muslim. The government of Belgium has stated one third of all European children will be born to Muslim families by 2025, just 17 years away. The German government the first to talk about this publicly recently released a statement saying, The fall in the German population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible. It will be a Muslim state by the year. There are currently 52 million Muslims in Europe. The German government said that number is expected to double in the next 20 years to 104 million. Closer to home, the numbers tell a similar story. Right now, Canada's fertility rate is 1.6, nearly a full point below what is required to sustain a culture. And Islam is now the fastest growing religion. Between 2001 and 2006, Canada's population increased by 1.6 million, 1.2 of those immigration. In the United States, the current fertility rate of American citizens is 1.6. With the influx of the Latino nations, the rate increases to 2.11, the bare minimum required to sustain a culture. In 1970, there were 100,000 Muslims in America. Today, there are over 9 million. The world is changing. It's time to wake up. <laughs> ليست المشكله في ان تتعرض لمؤامره بل المشكله ان تستسلم لهذه المؤامره وتعتقد انك عاجز عن مقاومتها او تحويل مسارها المؤامرات ليست مشيئات علويه لا راد لقضائها المؤامرات اقدار وكل قدر يمكن مدافعته وتبديله امريكا ليست الله والغرب ليس على كل شيء قدير وأنت وأنا ومعنا ومن معنا لسنا أحجارا على ركعة الشطرنج كما أن أمريكا والغرب ليسوا شياطين مردة لا هم لهم إلا إلحاك الضرر بي وبك وبالناس من حولنا والحضارة التي أنتجها الغرب ليست حضارة الغرب وحده هذه حضارة الإنسانية كلها إنها حضارة الإنسانية كلها ولا يجوز ان نفكر في تبديدها او اجازه او ازالتها، لان مقدماتها ومصادرها كانت اكثر من غربيه واكثر من يونانيه. ساهم العرب فيها والمسلمون كما ساهم فيها الهنود والفرس والمصريون وغيرنا. وبدلا من التفكير العبثي في مواجهه الحضاره الغربيه، علينا ان نفكر في كيفيه استيعابها واقناع شعوبها ومؤسساتها بأننا لا نشكل تهديدا لأحد وأننا نملك ما هو أهم من النفط والكلب الشجاع علينا أن نبحث في جذور مشكلاتنا لتصحيح صورتنا أمام الحقيقة أولا وأمام العالم من حولنا ثانيا ولا بأس بعد ذلك أن ندافع عن حقوقنا وكرامتنا بثقة صاحب الحق والمظلومية مشاهدين الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الأجندة آمل أن ألتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم مع ملفات جديدة وقضايا جديدة إلى ذلك الموعد كونوا بخير